بنكمل مع بعض بالأسئلة. السؤال رقم 11، جايب لك كده صفحة وورد وبقول لك ايه بقى. بقول لك you wish to copy the format، يعني انت عايز تنسخ تنسيق of selected words، معلم لك كده على كلمات select ديت ومحددة اللي هي ref committee meeting minutes اللي هي دي، and then apply that format to the words، وطبق التنسيق ده على الكلمات اللي هي تحت بليز نود از فلونج. يعني يا جماعه عايز ايه؟ عايز ينسخ التنسيق من العباره اللي فوق ديت للعباره ايه اللي تحت. هيستخدمها ازاي؟ تعال بص كده، وليكن في صفحيات، عايز ايه بقى؟ عايز وليكن مثلا عايز ينسخ التنسيق من هنا لعباره تحت كده، هنعمل ايه؟ هو طبعا محددها اهو، هو محددها. هتبقى انت بقى بتيجي في الفرشه كده وتسحب على الايه؟ على اللي تحت بس. تلاحظي بقى ده بقى زي ده بالظبط، نفس حجم الخط اهو، اندرلاين نفس كل حاجه، تمام اهو. تاني كده اهو، نرجع تاني كده اهو. الاول كان كده، الاول كان كده ماشي. عايزين نخلي الخط اللي تحت ده زي اللي فوق اهو، الاول لحد ده، وتيجي بالفرشه وتسحب على الايه؟ على اللي تحت، هتلاقي بقى زي اللي فوق بالظبط، في نفس الخط واندرلاين وكل ايه وكل حاجه. السؤال اللي بعد كده، مديك صفحة وورد و في هيدنج يا جماعة اهو، هيدنج صفحة اللي هو بليز نوت، عنوان الصفحة يعني، وفي نص ده اسمه كده، الجزء ده كده اسمه هيدنج، والباقي ده اسمه ايه؟ مين بادي، يعني جسم الرسالة أو جسم الوثيقة. فهنا بيقول لك ايه بقى؟ كريت ا نيو باراجراف، انشئ باراجراف جديد أو فقرة جديدة between بين the heading، بين العنوان اللي هو ده اللي هو بليز نوت ده and the main body text in this document، والنص اللي باقي. طيب تعالى يعني نشوف ايه الحوار ده ايه ازاي. بص كده، هو عايز دلوقتي يعمل نيو باراجراف، فقره جديده بين العنوان ده اللي قدامك ده وبين النص ده. نعمل ايه؟ بتيجي كده في اخر عنوان ماشي اهو، وتعمل ايه؟ انتر بس. ده كده اسمه ايه؟ انت نشأت نيو باراجراف، اتفقنا؟ طيب بعد كده السؤال رقم 13، بيقول لك ايه؟ apply a left indent of واحد to this paragraph، طبق left indent، في حاجة اسمها indentation بالنسبة للفقرة. يعني ايه بقى indentation؟ تعال نشوف الحوار ده كده. بص كده، بتروح لقائمة فورمات ماشي، وتختار الأمر باراجراف اللي هو فقرة، بتلاقي كده حاجة اسمها ايه؟ indentation. معنى يا جماعة كلمة indentation يعني مسافة بادئة، معناها ايه؟ مسافة بادئة. طيب هو عايز ايه بقى؟ هو عايز بيقول لك ايه؟ اعمل ليفت اندنت اوف واحد. لو قال لك ليفت اهو indentation، لو قال لك ليفت يبقى بيفور تكست، لو قال لك رايت يبقى افتر ايه؟ تكست. اتفقنا يا جماعه؟ هو قال لك ليفت اهو فور تكست، وقال لك واحد يعني واحد كده واحد كده، واللي هي شيفت طه، يبقى يا جماعه واحد بوصه انش يعني ماشي، اكتبها زي ما قال لك بالظبط. قال لك 1 سنتي خلاها 1 سنتي ماشي اهو، يبقى قال لك عمل لي ليفت اندنت، ليفت يبقى بفور تكست، وادي واحد اهو، وقول له ايه؟ قول له اوكي. اوكي لاحظت شفت اللي حصل اهو، طلع كده اتقدم مسافه بادئه من هنا لهنا اهو، فور تكست اهو، فور تكست اهو، واحد ايه؟ واحد بوصه ماشي يا جماعه. طيب السؤال اللي بعد كده، بيقول لك ميك سبيسنج اباف ذيس باراجراف، اعمل سبيسنج فراغ فوق الفقره او فوق الباراجراف 12 بوينتس. طب نعملها ازاي؟ بص كده، انا عندي باجراف اهو، بروح لقائمه فورمات واختار امر باجراف، وعايز يعمل ايه؟ سبيسنج اهي، اندنتيشن فوق، سبيسنج تحت. قال لك ايه بقى؟ قال لك اعمل سبيسنج اباف ذا باجراف، طالما اباف فوق الباجراف يبقى بيفور، لو قال لك بيلو تحت او اندر اسفل يبقى افتر. قال لك اهو يبقى هنختار بيفور، قال لك 12 بوينتس، نقعد نقلب كده اهو 12 بوينتس، ونقول له ايه؟ اوكي. طلع ان هو عامل فعلا فراغ، الفراغ ده كده
ده كده عبارة عن ايه؟ عن 12 ايه بوينتس. السؤال اللي بعد كده، سؤال 15، صفحة وورد عادية، وبيقول لك اد ديسيمال تاب ستوب، ديسيمال تاب ستوب، اد 4 اون زار. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده، بنروح لقائمة فورمات ونختار الأمر تابس. ماشي، هو قال لك ايه بقى؟ قال لك ديسيمال، يبقى نختار ديسيمال ايه. تعال نشوف السؤال تاني كده، ديسيمال تاب ستوب اد 4، يبقى قال لك اختار ديسيمال، او اختار ديسيمال اهوت 4، بس 4 بوصة يعني 4 كده، وتعمل شيفت ايه كده. ماشي، يبقى خدنا 4 وديسيمال. اوعى تنسى بقى تقول له ايه، تقول له 6. ماشي، هي طبعا اتحولت بالسنتي، بس هو ايه 4 بوصة ايه، وقول له ايه اوكي. اتفقنا يا جماعة؟ اتفقنا. يبقى السؤال ده خد بالك منه قوي، السؤال ده خد بالك عشان بيجي اد اديسيمال تاب ستوب ات 4 اون ذا رولر. يبقى انت ما عليك انك انت بتروح لفورمات وتختار تابس، وتشوف بقى قال لك ديسيمال تختار ديسيمال، قال لك ليفت تختار ليفت، رايت تختار رايت، سنتر زي ما قال لك، تمام، وتكتب القيمه اللي قال لك عليها. قال لك 4 ماشي بوصه، اختار ديسيمال قول له 6، لازم تقول له 6، اوعى تقول له اوكي وتمشي. قول له اوكي اهو ماشي، وبعد 6 وبعد قول له ايه، قول له اوكي. اتفقنا يا جماعه؟ السؤال اللي بعد كده، معلم لك كده كذا جمله، وبقول لك ميك ذا سيلكتد ليست انتو ا ديفولت بولتد ليست. بقول لك اجعل هذه القائمه المختاره انتو ا ديفولت بولتد ليست، يعني فيها ترقيم بولتد يعني نقطي. ماشي، بص له كده اهي، لدي ولدي، بص دي ولدي، دي اسمها بولتس يعني نقط، ده يا جماعه بتاعه الترقيم النقطي، ودي بتاعه النمبرنج بتاع الترقيم ايه، او التحديد الرقمي، نكتب 1 2 3 وهكذا، ده بيعمل نقط زي ما هو عامل لك. وليكن مثلا احنا عاملين كده، ده كنا مثلا هنا. يا جماعه نختار مثلا دول كده، ونروح على العلامه اللي هي بتاعت الرقم النقطي اهو، بس كده شوف اعمل ايه، حط لك نقطه قصاد كل ايه باراجراف، او قصاد كل ايه سطر. اتفقنا؟ ده اسمه ايه، بولتد يعني ترقيم نقطي. لو قال لك نمبرد اختار ايه اللي جنبها. اللي بعده، السؤال رقم 17، جايب لك صفحه وورد وبيقول لك اد الاين بريك. طالما يا جماعه قال لك اد الاين بريك، او ما تشوف الاين بريك كده، يبقى شيفت وانتر. شوف مطرح ما واقف وليكن كده، وقال لك نلغي كده كده، وقال لك اد الاين بريك، نقفل كده الاين بريك اهو، شيفت انتر، حس نزل تحت، اداك ايه، اداك فراغ كده، سطر فاضي. اوكي، بعد كده السؤال رقم 18، مديك برضه صفحة وورد، وبقول لك موديفاي، عدل ذا توب مارجن، الهامش العلوي، ذا توب مارجن اوف ذيس دوكيمنت تو 1 بوصة. خلي الهامش العلوي 1 بوصة، تمام، زي دي. بص كده، بتيجي على قائمة فايل، وبتيجي على بيج سيت اب، يعني ده الصفحة. ماشي، قال لك اهي المارجن اهي الهوامش، قال لك اللي هون بقى يا ريس، قال لك التوب، تيجي على التوب كده تكتب 1 بوصة ماشي، وتقول له ايه، تقول له اوكي. اتفقنا يا جماعة؟ طيب السؤال اللي بعد كده، اهو صفحة عادية برضه اهو، وبيقول لك insert a manual page break، ادرج فاصل صفحات as insertion point in this document، يدرك فاصل الصفحات. يعني مثلا يا جماعه هو واقف هنا كده عايز يدرك فاصل الصفحات او بيج بريك، نعمل ايه؟ بنروح على قائمه انسيرت ونختار بريك، ونختار منها اول اختيار اللي هو بيج بريك، ونقول له ايه اوكي. حست ايه، شوف نزل صفحه بعدها، يعني الكلمه دي كانت على طول بعد هنا، كانت هنا بالظبط، ايه اللي حصل؟ خدها ونزل صفحه ايه جديده، عمل بيج ايه بريك، فاصل بين الصفحات. بعد كده السؤال رقم 20، جايب لك كده اهو،
جايب لك نص كده، وخد بالك من الخط الباهت اللي فوق ده، ده يا جماعه اسمه هيدر، يعني رأس للصفحه. طب هو عايز ايه؟ بيقول لك تشينج ذا تكست، غير النص ان ذا هيدر اللي هو في رأس الصفحه، وجايب لك جمله اكتب بداله يعني جايد تو كلكني كانتري. طيب تعال نشوف كده، وليكن يا جماعه ادي من قائمه فيو هنختار هيدر اند فوتر، ونكتب وليكن مثلا اي حاجه يعني انش احمد سعيد ماشي، وتقول له كلوز. اهو بقى هيدر ده، انش احمد سعيد ده بقى هيدر. عايزين نغير الكلام دوت، هتعمل ايه؟ ليك خيارين، تروح من قائمه فيو وتروح على هيدر اند فوتر، هتفتح لك الهيدر، تشيل واكتب اللي انت ايه اللي انت عايزه، وبعد ما خلاص انت عايزه قول له كلوز. او الحل التاني تيجي على النص ده دبل كليك، اهو دبل كليك فتحه ماشي، تشيله تكتب اللي انت عايزه وتقول له ايه كلوز. يبقى عندك ايه، ها حلين، اما انك تروح عليه دبل كليك هيفتح معاك تغير وتقول له كلوز، او تروح من قائمه الفيو تختار الامر ايه هيدر اند فوتر برضه هيفتح معاك تغير تقول له ايه كلوز ماشي. اي حل فيهم ايه يريحك.